إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال: حدثنا محمد بن سنان، حدثنا فليح حاء، وحدثني إبراهيم بن المنذر، حدثنا محمد بن فليح قال: حدثني أبي قال: حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وكنا ذكرنا فيما مضى ما يتعلق بالإسناد من الملح الإسنادية والفوائد الحديثية، ووصلنا إلى مخرج الحديث ألا وهو الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة له شأن كبير، إذ هو أكثر الصحابة على الإطلاق رواية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك مدعاة للشناعة عليه من قبل الروافض، وقديما من قبل أهل العراق، فإنهم استعظموا عليه أن يروي أكثر من 5000 حديث في الوقت الذي لم يروي فيه أبو بكر كما في مسند الإمام أحمد، وهو أوسع مسانيد الإسلام الآن حديثا، لم يرو عنه إلا 81 حديثا. ومعلوم
أن أبا بكر رضي الله عنه هو أقدم الناس صحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أشدهم لزوما له. بل لما صنف أبو بكر المروزي كتابا في مسند أبي بكر خاصة لم يتجاوز 123 حديثا، طبعا ليست كل هذه الأحاديث صحاحا، بل فيها الصحيح وفيها الضعيف، وفيها الضعيف جدا، وفيها المنكر، بل وفي غير مسند الإمام أحمد الأحاديث الموضوعة أيضا التي تنسب لأبي بكر رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب يعني بضع مئات، وعثمان أكثر قليلا، علي أكثر قليلا. أما أبو هريرة فعدة أحاديثه في مسند بقي بن مخلد 5374 حديثا. وأبو هريرة رضي الله عنه أسلم في المحرم 70 من الهجرة، كما يقول عمرو بن علي الفلاس أحد مشايخ البخاري، أسلم في أول 7 في عام خيبر. يبقى مدة إسلامه 4 سنوات ونيف، يبقى عدد أحاديثه 5374، والذين لازموه ملازمة تامة من أول الإسلام كأبي بكر لا يصل مسنده إلى 100. الروافض يكرهون أبا هريرة كره العمى. حدثني أحد الذين ذهبوا إلى طهران بلد عاصمة الروافض أن أبا هريرة يشتم دائما كالراكب تاكسي، الراجل اللي بيحكي لي هذا الكلام، سواء التاكسي خد مطب، قال لعنة الله على أبي هريرة، ده راجل عامي راكب تاكسي خد مطب، ما ذنب أبي هريرة في الموضوع؟ هو أبو هريرة مكروه. ليه؟ لأن عدد عدة حديثه بهذه الكثرة التي ذكرتها، وأنتم تعلمون مكانة السنة من القرآن، كم من أحاديث لأبي هريرة بيّنت مجمل القرآن. عائشة رضي الله عنها لما قيل لها، وقد صح هذا عنها، ألا تنظرين إلى الذين يسبون أبا بكر وعمر؟ قالت وما تعجبون من ذلك، قطع الله عنهم العمل فأحب ألا يقطع عنهم الأجر. يشتمون فيؤجرون. وقد بين الإمام مالك رحمه الله الغاية من سب الصحابة وشتمهم فضلا عن تكفيرهم، يعني قال هؤلاء يريدون سب النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم لا يجرؤون على ذلك، فقالوا له صحابة سوء. وده شيء طبيعي جدا، أنت تعرف المرء بقرينه، فإذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كفر من أول أبي بكر الصديق وانت نازل، ده طعن على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لم يحسن اختيار أصحابه، بل أثنى على من لا يستحقون الثناء. أليس هذا طعنا عليه عليه الصلاة والسلام؟ لكنهم لا يجرؤون على الطعن عليه، لأن الطعن عليه هو الكفر المجرد. واحد يشتم النبي عليه الصلاة والسلام ده كافر خارج من الملة. الذي يسب الله عز وجل أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب الدين هذا كافر مرتد يخرج من الملة بمجرد السب. حتى الذي يسب الدين، في بعض الناس لا يكفرون من يسب الدين،
ويقولون كلاما غريبا جدا، يقولون إن الذي يسب الدين أحيانا يقصد دين المرء لا الدين العام. وطبعا هذا كلام غريب جدا، والذي يعني يدل على خلافه العوام. لو واحد سب الدين بيجي يقول لك ايه، رجع لي ديني، هو نفس العام اللي بيقول هذا الكلام يقول لك رجع لي ديني. طب دينك راح فين يا ابني؟ طلع ولا؟ فالعام نفسه، وهذه من اقوى القرائن، انه لا يقصد دين الشخص. وكلمه يسب الدين ويقصد دين الشخص ده عايز واحد فقيه، واحد فقيه عارف يعني مواقع الكلام، مش لكن الذي يسب الدين يسب الدين العام. ده الثلاثة دول كافر خارج من الملة، لا يعذر بالجهل في واحد من هؤلاء، لأن كل بني آدم اتفقوا على أن السب تنقيص وأن السب شتم. فيش واحد في الدنيا يقول لك السب مدح عشان يوم يقول لك ايه اصل اختلط عليه المعاني والكلام ده. لا، في معاني ضيقة لا تحتمل معنى آخر معه، ده اللي ما ينفعش في كلام. كقول الرجل لمرأته أنت طالق، قد علم القاصي والداني أن كلمة أنت طالق المقصود بها فك عقدة النكاح. ده معنى ضيق ما ينفعش تدخل معنى جنبه. طالق كلمة اصطلاحية معناها فك الارتباط، لكن لو قال لها علي الطلاق ممكن تحط معنى كمان جنب الطلاق ولا لا؟ ممكن تحط معنى، يقول لك ايه يقصد الحلف. فده معنى اوسع شوية، ممكن تحط معنى تاني جنب الطلاق وهو اليمين. انما انت طالق ما تعرفش تحط معنى اخر جنبه. ففي كلمات معناها ضيق لا تحتمل معنى آخر بجوارها، وفي كلمة تحتمل أكثر من معنى. فالسب تنقيص لا يحتمل معنى آخر بجواره. خلاص. إذن الغاية من سب الصحابة هو سب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كفر مجرد كما قلت. أبو هريرة رضي الله عنه لا يكرهه رجل مس الإيمان قلبه. يدل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم وأحمد وابن حبان وابن سعد وغيرهم، وفي رواية أحمد زيادة على رواية مسلم. الزيادة دي هي إيه؟ الحديث ده بيرويه عكرمة بن عمار اليمامي عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال والله ما خلق الله مؤمنا ولا مؤمنة فسمع بي إلا أحبني. قال له أبو كثير وما علمك بذلك يا أبا هريرة؟ قال كان لي أم وكانت مشركة وكانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاها أبو هريرة مرة إلى الإسلام فوقعت في النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شتمته. فذهب أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي وقال يا رسول الله إني دعوت أمي إلى الإسلام فوقعت فيك، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال أبو هريرة فانطلقت إليها أرجو بركة دعوته عليه الصلاة والسلام أن تصيب أمه. فلما ذهب إلى الدار وجد الباب مجاف، يعني
موارب يعني. وقال وسمعت خضخضة الماء، صوت الماء، فأحست أمه به قالت على رسلك يا أبا هريرة، أقف مكانك. ثم خرجت من الغسل وفزعت إلى درعها، الخمار يعني والباب، وخرجت فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح وأقول يا رسول الله قد أصابتها بركة دعوتك. فحمد الله عز وجل وقال خيرا. فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين. قال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين. عشان كده أبو هريرة قال إيه؟ فلا يسف ما خلق الله عز وجل من مؤمن ولا مؤمنة فسمع بي إلا أحبني. في رواية البخاري في الأدب المفرد ما هو أعم من هذا؟ قال أبو هريرة فوالله ما سمع بي يهودي ولا نصراني إلا أحبني. ليه بقى؟ لأن لفظ الأدب المفرد يختلف عن لفظ مسلم وأحمد. لفظ مسلم وأحمد اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين. أما رواية البخاري في الأدب المفرد بإسناد مسلم برضو قال اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى الناس. وطبعا الاختلاف اللفظين واضح، يعني الناس اسم جنس محلى بالألف واللام يفيد العموم، تمام. وهكذا فهم أبو هريرة، وإلا إحنا بقى لما نحمل بقى المطلق على المقيد يبقى الناس المقصود بهم إيه؟ المؤمنين في رواية مسلم. لكن طمع أبو هريرة رضي الله عنه أن يكون محبوبا وأمه إلى جميع الخلق، وهذا ليس على الله بعزيز. فلا يكره أبو هريرة إلا رجل نزع الله عز وجل الإيمان من قلبه. أبو هريرة رضي الله عنه كما قلت أكثر الصحابة حديثا. ما هو السبب يا ترى؟ لأن أي حد يسأل. أبو بكر الصديق مسند أحمد 81 حديثا فقط، وأبو هريرة 5374 حديثا في مسند بقي بن مخلد. مسند بقي بن مخلد أوسع مسند في الإسلام على الإطلاق. وبقي بن مخلد هذا قصة كبيرة، رحل في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم 34 سنة. الرحلة الأولى 20 عاما والثانية 14 عاما. ليس هذا بعجيب؟ المحدثون لهم أعجيب في هذا، لكن الغريب أنه مشى هذه السنوات على قدمه ما ركب دابة قط في حياته في طلب الحديث. 34 سنة ماشي على رجله، ما ركب دابة قط. ساكن فين بقي بقى ابن مخلد؟ في الأندلس في إسبانيا. ذهب إلى العراق وذهب إلى مصر وذهب إلى الشام وذهب إلى الجزيرة، ما ترك بلدا إلا دخلها ماشيا. عشان بس اللي يجي لي مشوار وراكب مواصلاته بتاعه يجي ما لقيش الشيخ هيطلع من هدوم وروحته ما لقتوش وبتاعه والكلام ده. 34 سنة بقي بمخلد.
ولما جاء من بغد من الأندلس ودخل بغداد، دخل أيام فتنة الإمام أحمد بن حنبل، فتنة خلق القرآن، وكان الكلام ده أيام المعتصم. وبعد ما المعتصم عمل العملة السوداء اللي عملها دي وجلد الإمام وتبنى قول ابن أبي دؤاد عليه من الله ما يستحق فتنة خلق القرآن والكلام ده، التقط حلقة البطان ومنع الإمام أحمد من التحديث. يعني عملوا تحديد إقامة، يعني ما فيش حد يلتقي مع أحمد. جلس الإمام رهين بيته، بخيل مخلد ده جاء من الأندلس من إسبانيا، عبر المحيط وجاء بقى واخدها ماشي كعب داير كده. أول ما دخل بغداد، دخل المسجد كده لقى إيه، وجد حلقة جزيلة عليها القيمة، يعني ناس كتير قوي، ولقى واحد بيسأل، ناس يسألوه ويجاوب، مين ده يا جماعة؟ قالوا له ده يحيى بن معين. عمال يسأل إيه؟ يسأل عن رواه، ما تقول في فلان ثقة ضعيف، الكلام بتاع يحيى المعروف يعني. فوقف على حلقة كده وقال لهم يا جماعة أنا راجل غريب وبدي أسأل كم سؤال. قعد يسأل يسأل سؤال ورا سؤال ورا سؤال، فالجماعة كلهم قالوا له سيب لي غيرك بقى مجال. قال لهم طب أنا هسأل إيه؟ أسأل سؤال واحد بس، ما تقول في أحمد بن حنبل؟ ده بيقول لي أحد معين، قال ومثلي يسأل عن أحمد، أحمد إمام المسلمين. ترك الحلقة ومضى يسأل عن بيت أحمد بن حنبل، وقد علم أن أحمد منع. دلوا على الدار، خبط على الباب، طلع له أحمد، قال له أنا بلدي بعيد. قال له أنت جاي منين؟ قال له من المغرب. قال له لا أبعد، ده جاي من إسبانيا بقى. وقد جئت إلى بغداد ورحلتي إليك، مش عايز حد من بغداد دي كلها غيرك. قال لعله بلغك ما أنا فيه، إن أنا ممنوع من التحديث، ممنوع أن ألتقي بأحد. قال بلغني وأنا رجل مجهول العين في بغداد، لا يعرفني أحد، وسآتيك في زي السؤال، شحتين، هلبس جلابية مزيتة والبس عمة كده مزيتة واجيب عصاية وتوكأ عليها وقول لله، ومش حد عارفني. أول بس ما خبط على الباب دخلني بس عندك واديني حديثين اثنين بس في اليوم، مش عايز أكثر من كده. فرق له الإمام أحمد، فكان بقى كل يوم يجي له بقى إيه، رابط الرابطة إياها وهدومه مزيتة ومعاه عصاية بقى، وتلاقيه ماشي عمال يعمل كده أهو عشان مش حد ياخد باله منه، ويروح يخبط على الباب يفتح له الإمام أحمد يدي له حديثين ويمشي. حتى رفعت بقى ظلة المحنة في أواخر أيام المأمون وأيام المعتصم بالكامل، حتى رفع الله عز وجل المحنة في زمن، وحتى الواثق كمان، لأن الواثق جاء بعد المعتصم وبعدين جاء المتوكل بقى. يبقى شوف المحنة بتاعت خلق القرآن، آخر عهد المأمون، تمام عهد المعتصم، تمام عهد الواثق، لأن الواثق ما عمرش كتير قبله سنتين ونص كده، وبعدين جاء بقى إيه المتوكل الذي أطلقوا عليه لقب محي السنة، رفع المحنة وعظم شأن الإمام أحمد. كان أحمد رحمه الله قبل المحنة إماما في الحديث والفقه، وبعد المحنة صار إماما في السنة. وهناك فرق كبير بين أن يكون إماما في الحديث وأن يكون إماما في السنة.
قد يكون الرجل إماما في الحديث ويكون صاحب بدعة، إنما لا يكون إماما في السنة إلا بعد أن يكون إماما في الحديث. بقي بن مخلد قصة كبيرة. قال بقي بن مخلد هو مسنده أكبر مسند في الإسلام، كل أسف مفقود، لا نعرف شيئا عن مسند بقي بن مخلد كل أسف. قال لقد زرعت في الأندلس، يعني زرعا لن يخلع إلا بخروج الدجال، وهو الذي أدخل مصنف ابن أبي شيبة إلى الأندلس. الأندلسيون إنما يأخذون مصنف ابن أبي شيبة من طريق بقي بن مخلد. مصنف ابن أبي شيبة يعني من أعظم دواوين الإسلام، لا سيما الأحاديث الموقوفة عنده وأثر الصحابة والتابعين والكلام ده. مسند بقي بن مخلد قلت لكم، مسند أحمد فيه، مسند أبي هريرة فيه 5374 حديثا. ما هو السبب يا ترى في حفظ أبي هريرة هذا؟ السبب شيئان، كلاهما يتصل بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة. طبعا نسيت أن أقول لكم إن صبيا من صبياننا وسفيها من سفهائنا تكلم في أبي هريرة بكلام خلف ساقط ليس فيه لا دين ولا مروءة ولا أخلاق. شوفوا بقى العناوين التي كتبها بالبنط العريض، بنط 24 أو 48، وبعدين كل الكلام اللي هقول لكم ده عبارة عن عناوين، أما التفصيل ده حاجة مصيبة سود. بنط 48، سقوط أكبر راو لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. عشان بقول لكم عايشين في شوية غجر، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. طبعا ما عندناش الأزهر نايم في العسل، قضية الدين لا تعنيه في قليل ولا كثير، هو أهم حاجة حفظ الأزهر الشريف بس. إنما يشتم أبو هريرة ويشتم خالد بن وليد ويشتم أبو بكر الصديق، ما يطلعش الشيخ الأزهر يحمر وجهه كده ليه؟ لأن الصحابة دول أقل من إن الشيخ الأزهر يطلع يدافع عنه ويقول إن لا يجوز إنك تشتم أبو هريرة، ويرفع قضية على هذا السفيه الذي يسب أبو هريرة. لا، الأزهر ما رفعش قضية إطلاقا على حد، إنما الشيخ الأزهر السابق وله حق في هذا. لما شوية سفهاء برضو رسموه على الصفحة الأولى من الجرائد ولبسوه العمة بتاعت بابا الفاتيكان، رفع عليهم قضية عشان لبسوه العمة. أنا لا أستهين بهذا، هذا شيء عظيم، قلة أدب متناهية. رفع عليهم قضية وكسب، وتدخل وسطاء وبتاع الكلام ده، ولأنه حنين عفى عنه، مع أنه لا يجوز له أن يعفو عنهم، لأنه إذا تنازل عن حقه الشخصي فأين حق المشايخ؟ أين حق المسلمين؟ لما أكبر منصب في العالم السني يوضع على رأسه عمة بابا الفاتيكان، ده استهزاء ليس بشيخ الأزهر ولا بالمشيخة، استهزاء بكل المسلمين في جنبات الأرض. فيش حد لا شيخ الأزهر السابق ولا الموجود الآن لما يقرأ مثل هذا ممكن يطلع عشان يدافع عن أبي هريرة وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفع قضية على هؤلاء السفهاء وجرجرهم للمحاكم وياخدوا حكم. فيش ولا واحد أخذ ساعة حبس
في سب أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بقول كان ده شيخ الأزهر أهو، إذا ما كان شيخ الأزهر ما بيقرأش الجرائد، مش فاضي يعني يقرأ الجرائد ومشغول بأمور المسلمين، أنا أتطوع وأقول له يا شيخ الأزهر أنا بقرأ لك عناوين موجودة في جريدة ساقطة لكاتب ساقط، وعايزك يا شيخ الأزهر تتخذ أي إجراء مع هذا السفير. ده العنوان الكبير، سقوطه أكبر راو لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. العنوان الثاني، أبو هريرة راوي الأكاذيب والخرافات. ثلاثة، كان يأكل على مائدة معاوية ويصلي خلف علي ويقول الصلاة خلف علي أتم والأكل عند معاوية أدسم. أربعة، كان يطارد الصحابة ويسألهم أن يطعموه ولكنهم كانوا يردونه ولم يستجب له إلا جعفر ابن أبي طالب. خمسة، كان ناهما للطعام، وقالت عنه عائشة إنه رجل مهزار وسلك سلوكا مع الأطفال يجعل منه مجرد أراجوز. سادسا، لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم سوى سنة وتسعة أشهر، فمن أين له بكل هذه الأحاديث؟ وكان يقول لو سمع عمر ما أتحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الصلاة مني أنا، لما أقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا اللي بصلي عليه ما بصليش عليه، لو سمع عمر ما أتحدث به عن الرسول صلى الله عليه وسلم لشج رأسي. سابعا، الرسول طرده من المدينة بعدما ضاق بتصرفاته. ثامنا، في أول يوم أسلم فيه طلب من الرسول نصيبه من الغنائم فأهانه صحابي وسكت الرسول على إهانته. تاسعا، خدم الرسول مقابل ملء بطنه كما كان يخدم أهل بلده مقابل طعامه فقط، ولم يكن له اسم معروف لا في الجاهلية ولا في الإسلام، لقيط يعني. عاشرا، باع الرسول لمعاوية ببضعة دراهم. حادي عشر، عمر منعه من الرواية وعلي قال عنه أكذب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة. ثاني عشر، واجهته السيدة عائشة قائلة له إنك لتحدث أحاديث ما سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال شغلك عنه المرآة والمكحلة، يريد أن يقول هو قليل الأدب مع أم المؤمنين. ثالث عشر، عندما وقع الخلاف بين علي ومعاوية انحاز إلى معاوية الذي كان يمتلك المال والسلطان ومظاهر الترف والنعيم، وابتعد عن علي لأنه لا يملك سوى الجوع والفقر والزهد. الكلام ده موجود في مصر بلد الألف مئذنة وبلد الأزهر الشريف وبلد لجنة كبار العلماء. هذا بلاغ، أنا ببلغه بلاغ مش للنيابة، بلاغ للأزهر ولشيخ الأزهر إن هو يقوم بمسؤوليته التي يتقاضى مرتبا عنها، يتقاضى مرتبه للدفاع عن الدين. وهذه الصحابة هو يشتموا، وأنا قرأت العناوين فقط، أما التفصيل بقى الموجود في تحت الكلام فهذا كلام لا يطاق ولا يصبر عليه أحد، لا يصبر على قراءته أحد، على قراءته أحد. كما قلت لكم، أسلم أبو هريرة في المحرم، في أول المحرم سنة سبع من الهجرة، كما رواه يعقوب ابن سفيان فسوي
في كتاب المعرفة والتاريخ، وكذلك رواه ابن سعد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وقدمت المدينة مهاجرا، فصليت الصبح خلف سباع ابن عرفطة، وهذا صحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة، كما كان من عاداته صلى الله عليه وسلم أن يستخلف أحدا على المدينة إذا خرج في غزوة. فلما وافى أبو هريرة المدينة وصلى خلف سباع، قرأ سباع في الركعة الأولى بسورة مريم، وقرأ في الركعة الثانية بسورة المطففين. فلما سمع قوله تعالى: ويل للمطففين، قال: فقلت في نفسي: ويل لأبي فلان، رجل من أرض الأزد كان له مكيالان، مكيال لنفسه ومكيال للناس، يطفف الإيه؟ يطفف الميزان على الناس. اسمه في الجاهلية عبد شمس ابن صخر، طبعا مختلف في اسم أبي هريرة، كعادة أهل الجاهلية أنه الواحد كان له اسم واثنين وثلاثة واربعة والكلام ده، ما كانش فيه لا تقييد مواليد ولا الكلام. أبو هريرة اختلف الناس في اسمه على 30 قولا. هو ده اللي بيقول لك إيه، ليس له اسم لا معروف في الجاهلية ولا معروف في الإسلام، فكان ماذا؟ إيه يعني؟ عايز يقول إيه من وراء أنه ما ليش اسم في الجاهلية والإسلام؟ وقد علم القاصي والداني أنه في الإسلام سمي بعبد الرحمن، هو عبد الرحمن ابن صخر، وبعدين مش عارفين اسمه إيه يعني، عارفين كنيته أبو هريرة، وإنما لقب بأبي هريرة لأنه كان يرعى غنما، وبعدين لقى هرة وحشية كده أم وخدت حطيتها في إيه، في كم. فلما روح للدار سمع حاجة بتناونة وكده، قال: إيه يا أبو هريرة، إيه اللي بناونة معاك ده؟ فقال لهم: دي هرة وحشية، وأم مطلعها إيه، مطلعها من كمه. فقيل له أبو هريرة، وحتى كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقبني بأبي هر، وأنتم تلقبونني بأبي هريرة، والذكر خير من الأنثى. أبو هر عشان الهر سبع قط يعني، تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول له يا أبا هر، زي ما حزأت علينا في أنبائه رضي الله عنه. أما حفظه وتصديق الصحابة إياه فمشهور معلوم، منها حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث عامر داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: كنت قاعدا عند عبد الله بن عمر. طبعا أنا بجيب بعض الآثار، لا أستطيع أن أستوفي ترجمة أبي هريرة، إنما كل يعني صفة من الصفات أو كل موضوع من موضوعات هنجيب حديث أو اثنين بس ندلله على ما نقول، عشان ده ترجمة في سند، وإحنا لسه قدامنا يعني كل صحابي سيمر بنا سنترجم له إن شاء الله. لكن أبو هريرة رضي الله عنه لأنه مفترأ عليه فأنا سأطيل قليلا في ترجمته. عامر بن سعد بن أبي وقاص كان جالسا عند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قال: إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. أظن ده حاجة يعني حاجة خطيرة، يعني
يروح الدار عند الميت ويفضل موجود ويخرج من الدار ويروح يدفنه ويصلي عليه له قيراطان من الأجر. القيراط كجبل أحد، شوف حاجة بسيطة خالص وأجر عظيم، واللي يتبعها بس يصلي عليها يعني يأخذ إيه؟ قيراط من الأجر. ابن عمر طبعا لما سمع هذا الكلام استغربوا جدا، وقال يا خباب اذهب إلى عائشة شوف الكلام ده صح ولا لا. فذهب خباب إلى عائشة، وابن عمر جالس في إيده شوية حصى كده عمال إيه يقلبها في إيده كده ومنتظر خباب. فجاء خباب فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة. فقذف ابن عمر بالحصيات من يده على الأرض وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، زعلان ان هو ايه مر عليه جنازات ولم يتبع هذه الايه الجنازات. في مسند الامام احمد بسند صحيح وصححه الحاكم ايضا في المستدرك عن ابن عمر انه مر بابي هريره رضي الله عنه وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم من تبع جنازه، الحديث يعني اللي فات ده، فقال له ابن عمر أبا هر انظر ما تحدث، كلام انت بتقول ده كلام مش معقول، أجر عظيم على فعل قليل. أبا هر انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أبو هريرة وأخذه وانطلق إلى عائشة رضي الله عنها فقال لها يا أم المؤمنين أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط فإن شهد دفنها فله قيراطان؟ قالت اللهم نعم، لعائشة اللي بتقول. فقال أبو هريرة إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس الودي ولا صفق الأسواق، إني إنما كنت أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلة يشبعنيها. فقال ابن عمر لأبي هريرة يا أبا هريرة أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. تمام، واحد أتى إلى طلحة ابن عبيد الله، طلحة انتوا عارفين احد العشر، والحديث ده رواه الامام الترمذي وقال حديث حسن غريب. واحد قال لأبي طلحة ابن عبيد الله قال له هذا اليماني، ما تعرف ابو هريرة كان فيه ناس بيحبوش برضه كرهوه، هذا اليماني ما لي حدث ليه النهار والكلام ده، وانتوا صحبتوا النبي صلى الله عليه وسلم قبله ترى سمع ما لم تسمعوا، عشان عمال يتكلم على طول الكلام ده. قال طلحة بن عبيد الله له أما أن يكون سمع ما لم نسمع؟ فنعم، نحن كنا أهل بيوتات وغنى وكنا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، يعد على الصبح وهم بعد ما يدخلوا البهايم وفي الزرايب والكلام ده يروح عشان يصلوا مع الايه المغرب والعشاء. اما ابو هريره فكان يمشي على ملء بطنه، كان من اهل الصفه، كانش لا ياوي لا الى اهل ولا مال، ما عندوش فلوس وعايز ياكل، فكان ماشي مع النبي عليه الصلاه والسلام يدور معه حيث دار. طب بالله عليكم، واحد غاب مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين، بلاش قبل ما أقول المثل ده، المحاضرات اللي أنا قلتها لكم على مدار 4 سنين لو أنت حبيت تفرغها ورايا كده يطلع كم مجلد؟ قول الحق توه، كم مجلد؟ تعرفين فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق لما كنت بقوله في قناة الناس، لما فرغوه لي
عشان بقى اعمله الكلام ده. طلع 5 مجلدات كل مجلد 600 صفحة. فاكر الوثائق لو انت لميته كله على بعضه اللي انا قلته في قناة الناس ما يجيش يومين على بعض، 48 ساعة مثلا، ولا خليها 100 ساعة يا اخي، خلينا نبحبح شوي، 100 ساعة، 100 ساعة اكتب 5 مجلدات في 100 ساعة، وعلى مدار 30 سنة عمال ادش معاكم اهوت والكلام ده، لو حبيت تكتب الكلام اللي انا قلته يطلع قد ايه؟ مستكترين على واحد 4 سنين ملوش شغلانة إلا أنه بيدور مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتركه إلا في غرفة نوم. 5374 حديثا. تنقسم الأحاديث دي إلى 4 أقسام أو 5، ما صح منها حديث فيها الصحيح، فيها الحسن، فيها الضعيف، فيها الموضوع، فيها المنكر، فيها الشاذ، فيها الموقوف. الموقوف على أبي هريرة قاله من نفسه. يعني أنا لو حبيت أن أنا أفرز وغربل أحاديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما صح عن أبي هريرة ما يجيبش 2000 حديث. مستكترين على واحد 4 سنوات قاعد ليل نهار يدور معه على ملء بطنه، إن يبقى عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقعد يتكلم بقى زينا كده، كان كلامه فصلا فصل، الحديث بتاعه سطر سطرين، يوم يعني ما تكتر قوي 5 صفحة، وتكون في العادة حكايات أبو هريرة بيحكيه زي ما هنسمع دلوقتي، حكاية حكاية عن نفسه، خدت صفحة من صحيح البخاري. فيعني كل اللي أبو هريرة رواه في حياته كلها وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكملش 2000 حديث. استكترين على أبو هريرة يقول لك جاب منين الكلام ده؟ طيب أقول لكم، ومع ذلك أقول لكم جابها إزاي. أهو طلحة بن عبيد الله بين السبب، إحنا أصحاب بيوتات وغنى والكلام ده كنا ورا شغلنا، وأنتوا طبعا كلكم عارفين حديث عمر بن الخطاب، هو الرجل جاره من الأنصار اللي كان ينزل عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما وينزل عمر يوما عشان ما يفوتهمش حاجة من النبي عليه الصلاة والسلام. أو عمر مش فاضي، أو عنده تجارات وعنده زراعات وعنده بهايم والكلام ده، بروح يعلفها والتجارات يروح عشان يصلحها والكلام ده. إنما أبو هريرة قاعد لينها. فمن ثمرات جلوسه مع النبي عليه الصلاة والسلام وملازمته إياه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال، والحديث ده موجود في الصحيحين، وإذا علم السبب بطل العجب، قال، ودي رواية الأعرج عن أبي هريرة، قال أبو هريرة: إنكم لتزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، بل حنتقابل يوم القيامة أيها المفترون علي، أدي معنى الله الموعد يعني، كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق. صفق بالأسواق يسقف يعني، ما انت عارف كل واحد في السوق يسقف يقول قرب قرب قرب، ها ما هي كده صفق الأسواق، بنبه الناس ان انا عندي بضاعة معينة تعالوا اشتروا مني. ده الجماعة اللي هي المهاجرون، والأنصار كانوا أصحاب زرع لأن الأهواجرين راحوا عليهم في أراضيهم، تمام. ففي يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام مع اللي قاعدين قال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلا ينسى شيئا مما أقول. قال أبو هريرة: فبسطت ثوبي، فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام مقالته جمعت ثوبي علي فما نسيت شيئا تحدث به قط. إيه الغريب اللي في دي؟ أصابته بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام.
عشان يطلع لي واحد من الجماعة دول يفكرني بواحد تكفير الهجرة زمان لما سنة 81 وكنا لما روحنا أبو زعبل كنا وإحنا في طورة مستريحين. ليه؟ كل أصحاب تيار مع بعضهم، السلفيين مع بعضهم، الإخوان مع بعضهم، التبليغ مع بعضهم، الفرامية مع بعضهم، كل جماعة مع بعضهم. فلما حبوا الجماعة بتوع أسيوط أحداث أسيوط وبتاع وقتلوا الضباط واخترقوا مديريات الأمن والكلام ده، قصة الجماعة الإسلامية، حبوا يعملوا سجن طورة سلخانة، لأن سجن طورة ده زي ما كان الشيخ كشك بيقول ما يخرجش منه ويطلع إلا ملك الموت بس، لكن حد يهرب منه ما يعرفش. ليه؟ أدي استقبال طورة وحواليه ما حد ومنع الشرطة ومن بره مش عارف ايه ومن بره ايه، منين ما تنط في اي حتة لازم هتنط في شرطة خلاص، فما تعرفش تهرب، يوم ملك الموت يطلع ويدخل بس اول واحد. فعلشان سجن استقبال طورة ده جوه خالص وحواليه بقى الكلام ده، حبوا يعملوا سلخانة بتوع الجماعة الإسلامية، فحينقلونا احنا بقى 1536 قائد، لأن احنا كنا معدودين من قادة الثورة، قادة السادات لما قال 1536 واحد من الجماعة يعني اللي هم خلص يعني متحفظ عليهم، ودونا بقى سجن أبو زعبل عشان يفرغوا ايه الاستقبال. فقبل ما يودونا أبو زعبل بيصورونا، فصورونا كلنا في السلام وأمان ما عدا الجماعة الفرموية بس. الفرامو الكبير بتاعهم كان سنه حوالي 93 سنة، أنا ذاك تقريبا صلاحيته خلصت، فكان مع عنده ربه ما يعرفش يقعد في الزنزانة، والزنزانة كان فيها عشرة بتنفسه في الزنزانة مثلا ثلاثة في ثلاثة ولا حاجة، فكان في الزنزانة جدار نص كده اللي فيه دورة المية والسكن بتاعنا، فكانوا قعدوه على الجدار علشان يشم هوا من الشباك. ليه؟ لان مفيش هوا تحت، وزي ما قلت لكم الجهاز التنفسي بتاعه ايه خلص، فبياخد هوا عادي من بره على طول يعني تمام. فكان الفرماوي يرى التصوير حرام ويرى كل سبب حرام، تشتغل عشان تاكل عيش تبقى كافر تمام. وكانوا لابسين جلابيتين، واحدة خضرة واحدة بيضة، الخضرة دي للمرمطون اللي يشتغل وأكل اللابس جلابية بيضة، لأن اللابس جلابية بيضة وصل، إنما اللي لابس جلابية خضرة ده لسه مرمطون يشتغل وأكل مين؟ يأكل صاحبنا لابس جلابية بيضة ده تمام. وكان عندهم العيد القومي لإنشاء الجماعة بيحرقوا فيه صحيح البخاري. ليه؟ علشان البخاري شيوعي متحاد سوفيت تمام، ولان في احاديث لعائشه وصوت المراه عوره ها وكده يعني. المهم لما جم يصوروهم الفرماوي افتى ان لا يجوز التصوير. كانوا هم تقريبا في السجن حوالي 15 واحد اتلموا من الزنازين كلها وهم داخلين الزنزانه اللي فيها الفرماوي الكبير تمام، وقاموا كلهم قاعدين ورا الباب، يا جماعة عايزين نصوركم عشان نرحلكم، أبدا تصوير حرام لا يجوز. ف15 واحد في زنزانة كتير، قاعد هو على الجدار من فوق بيشم هوا لوحده كده تمام، وساب الجماعة يختنقوا تحت. فلما رفضوا، وطبعا قاعدوا يصورونا عشان يرحلونا في حدود يومين ثلاثة كده، فعلشان يخلوهم يستسلموا ويخرجوا من الزنزانة حطوا عسكري على الباب ومنعوا ايه الاكل يدخلهم عشان في الاخر هيجوعوا وهيسلموا. كان في الزنزانة هم كانوا كنا في الدور الثاني، الدور الثالث كان فوقهم مباشرة الله يرحمه الشيخ مصطفى درويش، ده رئيس انصار السنة في سوهاج. فطبعا لما منعوا عنه الاكل قالوا يا جماعة أمن الدولة الظلمة دول هنسيبهم يموتوا الجماعة دول؟ صح مبتدعة ولا 60 في 70 بس مش هنسيبهم يموتوا، لازم نتصرف ون إيه ونعمل لهم أكل. فالشيخ مصطفى قطع جزء من البطانية ويربط العيش، وطبعا الشباك
فوق الشباك، وهو في الدور الثالث ومنزل لهم ايه حبل كده فيها عيش. الفرماوي يمد ايده في الهواء وجيب عيش ويقول لهم كلوا. ها ده مائدة عيسى بقى، ها حلاوة ويدي لهم. تمام. طبعا ده كله عمل اعتقاد شديد عند الجماعة دول في الراجل، ما يعرفوش بقى القصة، وان الشيخ مصطفى درويش صعبوا عليه وما حطوا لهم بقى ايه يحطوا لهم عيش وبتاع الكلام. فين وفين وقنابل مسيلة للدموع وبتاع ومش صديق صاحب، يقاتلون دون الفتوى. يعني تعرف لو احنا زيهم كده يعني في الالتزام بفتوى الشيوخ وبتاع وكان ولا نحيد عليهم، والله كان زماننا حاجة تانية يا خالد. تمام. ولما ودونا بقى أبو زعبل كتميغة بقى الزنزانة تاخد لها 40، كنا قبل كده 10، فعشرة إخوات مع بعض وحبايب واتجاه واحد وبتاع، فما فيش حد بينكف حد يعني. لا، أول ما رحنا هناك استفادوا بقى إدارة السجن من اللي حصل مع الفرامية في إيه؟ في مستقبل طورة. قال لك أحسن حاجة تخلي كل زنزانة عدة اتجاهات، يكرهوا بعض ويشتموا بعض وضربوا بعض. تمام. والسجن لا يكون سجنا إلا إذا اختلفنا، لكن طول ما احنا حبايب وبنحب بعض ونقوم الليل مع بعض ونسمع لبعض ويؤثر بعضنا على بعض أي حاجة. يعني لما كنا في أبو زعبل الله يرحمه الشيخ عبد الله السماوي، وهذا الرجل من أحسن من لقيت خلقا في حياتي رحمة الله عليه، فكان يقول لي أخي أبا إسحاق، وكان لا يتكلم إلا العربية، عمري ما سمعت بيتكلم أبدا لغة عامية. وحكالي هو لما سجنوه في أيام عبد الناصر ولو بيتكلم باللغة العربية، طبعا الضابط بيكلمه كده أرديحي يعني من غير غموس، هو بقى بيتكلمش غير اللغة العربية بس، فيوم يقول له اتكلم زينا، يقول له لا أستطيع. تمام. يقول له ما أقدرش، يقول له لا أستطيع. عملوا فيه إيه بقى المسكين؟ جابوه صلبوه وجابوا صفحتين عسل أسود ودلقوه عليه وسابوا الدبان ياكل، ولم يتكلم العامي برضه، نزلوه ما يتكلمش. فكان قال لي مره اخي ابو اسحاق، الا ترى اننا مبذرون؟ قلت له ازاي يا مولانا؟ قال لي نقشر البرتقال ونرمي القشر. قلت له سلامتك يا مولانا، في حد بياكل برتقال بيشرب؟ قال نعم، انه لذيذ وجميل، جرب. قلت له طب يا مولانا تخلينا نجرب بس اما البرتقال تصفر، ده احنا لسه في اول موسمه والقشره خضراء وهتبقى مره. قال اخي ابا اسحاق، سل مجربا ولا تسل طبيبا. كده يعني بيتكلم عادي خالص يعني، وانا مش قادر استوعب الكلام. سبحان الله، والله اكلت البرتقاله الخضراء بقشرها لقيتها لذيذه جدا، يبدو ان انا حصل لي حاجه انا كمان، لذيذه جدا. قلت فعلا احنا لا لاقين اكل ولا بتاع ولا فاتحين كانتين ولا حاجه زي كده، وجايبين لنا الفول اللي على الشيخ كشك السوس المفول ده بناكل فيه. طب حلو، نملى بطننا باي حاجه، قشر حلو كويس. كلت، فضلت 4 شهور اكل معاه البرتقال بقشره لحد ما طلعت افراج، وقلت لاخواتي قلت لهم تصدقوا ان احنا سفهاء؟ ليه؟ قلت لهم حد يقشر برتقال؟ فطبعا يبحلقوا لي كده، ده طلع من السجن معافى ده ولا طلع ايه بالظبط الكلام؟ قلت لهم والله البرتقال جميل، قشره لذيذ. وكلت اول قطمه رميتها من بقي على طول، ما تحملتها، وكان برتقال اصفر وحلو جميل. يعني شوف ربك يقطع ويصل، يعني ما إن المعونة على قدر المؤونة. المهم مش عمال أطوب بيكم وأسليكم يا زي بعضه غيرش حاجة. فالشيخ أحمد حطيبة ربنا يبارك فيه، الشيخ أحمد حطيبة أنت أكيد عارفينه، اسكندرية مسجد نور الإسلام، كان هو اللي بيناظر صاحبنا ده، انتدبنا الشيخ أحمد حطيبة عشان يناظر مين؟ صاحبنا ده. فالشيخ أحمد بيقول له، بيقول له ابن عباس يقول كفر دون كفر، وابن عباس توفرت له دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، انت توفر لك ايه؟
لما انت بتقول نحن رجال هم رجال، ادي ابن عباس اتوفر له الدعوه دي، انت توفر لك ايه؟ ام قايل له ومن ادراك ان الله استجاب دعاء نبيه؟ اه والله كده. طبعا جماعه في التكفير نفسهم انكروا عليه. سيد ده بقى خد علقه محترمه بعد كده. ها؟ ليه؟ لانه اعترض على شكر مصطفى بعد ما احنا خرجنا من السجن، اعترض على شكر مصطفى في بعض ما يقول، ادله علقه محترمه وكاد ان يموت، ونقلوه سجن القناطر لانه لو كان فضل مع التكفير كان يقتلوه. وهو الذي خرج بعد ذلك مع حلم البلوك اظن في ندوة على الرأي وفضح التكفير وعمل وإلى آخره الكلام. هؤلاء اللي كاتب هذا الكلام العناوين اللي أنا قلتها ده، هذا لو أنا قلت له هذا الحديث وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأبي هريرة، هيقول حاجة من اثنين، يا إما يقول كما قال الرجل بتاع التكفير ده، يا إما يقول هذا الحديث مكذوب. ما هو كيف أتخلص من دلالة هذا الحديث؟ ما أعرفش أتخلص من دلالة الحديث. هذا حديث كما قلت لكم رواه الشيخان البخاري ومسلم، وفي صحيح مسلم أن أبا هريرة جلس بجانب حجرة عائشة. ما هم بيحتجوا بعائشة أن هي اللي كانت بتنكر على أبي هريرة، هو جلس بجانب حجرة عائشة وجعل يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا صاحبة الحجرة أتنكرين شيئا مما أقول؟ ثم انتهى مجلس أبي هريرة ومضى. فلما أنهت عائشة صلاتها، كانت بتصلي وأبو هريرة يحدث، قالوا أتنكرين شيئا مما يقول؟ قالت لا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يسرد الحديث كسردكم. أدل اللي أنكرته عائشة، إن يجلس أبو هريرة في مجلس واحد يقول 50-60 حديث. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده، إنما كان إذا تكلم بالكلمة يتكلم بها ثلاثا كما سيأتينا في كتاب العلم، إنه باب إذا تحدث بالكلمة تحدث ثلاثا ليفهم عنه. كان من عاداته عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بالكلمة يتكلم بها ثلاث مرات حتى تفهم عنه. فلم ينكر أحد قط من الصحابة على أبي هريرة ولا حتى عائشة، حتى في مستدرك الحاكم لما قالت له يا أبا هريرة ما هذا، ما ألم تسمع ما سمعنا، جاب الكلام ده من، قال يا أم إنه كان يشغلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المكحلة والمشط والتصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنا فلم يكن يشغلني أحد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما كنت امرأ مسكينا أمشي على إيه؟ أمشي على ملء بطني. بيقول هذا السفيه كمان قبل ما أغادر النقطة دي، الإمام النسائي روى في كتاب العلم من سننه الكبرى بسند جوده الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، أن رجلا جاء إلى زيد بن ثابت فسأله عن مسألة، فقال له زيد عليك بأبي هريرة. قال له ليه؟ قال بينما أنا جالس أنا وأبو هريرة وفلان وعملين ندعي، كل واحد يدعي والاثنين التانيين إيه يؤمنوا على الدعاء بتاعه، تمام؟ فدعا زيد، قال زيد فدعوته وصاحب التاني دعا. بعد ما صاحبي خلص الدعاء خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فسكتنا، فقال ماذا كنتم تفعلون؟ قال يا رسول الله احنا الثلاثة كده، اثنين يدعوا، واحد يدعوا واثنين يأمنوا. قال طيب يلا، مين اللي عليه الدور بقى عشان يدعو؟ أبو هريرة. فأبو هريرة اختصر بقى الموضوع، قال اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي. ده بقى له ربع ساعة بيدعو، ده بقى ربع ساعة بيدعو، وخلصها في إيه؟ خلصها في كلمة، ها؟ أسألك ما سألك صاحباي وأسألك علما لا ينسى. فقال زيد بن ثابت يا رسول الله ونحن نسأل الله علما لا ينسى،
عشان ما يبقاش تفرد علينا بإيه؟ بحاجة. فقال عليه الصلاة والسلام: سبقكم بها هذا الغلام الدوسي، يعني مش بتاعتكم، بتاعته هو، يبقى حاجة خاصة بيه ولا لا؟ إزاي سبقك بها عكاشة كده؟ ها؟ سبقكم بها هذا الإيه؟ هذا الغلام الدوسي. فصارت خصيصة لأبي هريرة رضي الله عنه. لما بيقول بقى في العناوين الصلعاء بتاعته دي إنه أرى جوز، تخيل واحد يا أخي يهون عليه، يهون عليه أن يكتب قلمه عن صاحب للنبي، بيقول لك ولا ما يصحبه إلا سنة وست أشهر. افترض يا دي صاحبه يوم واحد بس من سنة وست أشهر، حد يقول على صاحب نبيه هذا الكلام؟ إلا إذا كان مخلوع الإيمان، قلبه الإيمان تخلع منه كده. رجل صاحب نبيه صلى الله عليه وسلم سنة وست أشهر على كلام، يتكلم عنه الكلام بيقول مجرد أرجوز. طب بيقال مجرد أرجوز ليه؟ محاكم كما قال القائل: إذا محاسن اللاتي أدل بها عدت عيوبا فقل لي كيف أعتذر. كلام ربنا سبحانه وتعالى يمكن أنه يعامله هذه المعاملة، أي كلام في الدنيا ممكن تقلبه من مدح إلى ذم ومن ذم إلى مدح. أبو هريرة كان رجلا لطيف المعشر، وكان هو أمير المدينة. لما كان يركب الناقة أو الحمار أو الدابة بتاعته، وبعدين لابس كتان، طبعا كانوا كلهم لابسين هدوم مقطعة، الكتان ده ما يلبسوش إلا واحد إيه كده يعني من الجماعة اللي فوق قوي، فكان يتمخط في الكتان، يتمخط يعني نف فيه وتف فيه، ويقول: بخن بخن والله عال أبو هريرة يتمخط في الكتان، ها، ويركب الدابة، وبعدين كل واحد يقابله: أوسع للأمير، وسع ابنك هو الأمير جه، يقصد كده. هذا الخلق الرفيع وطيب المعشر يعتبر أنه أرجوز، تخيل. ولما كان الأولاد يلعبوا حاجة اسمها لعبة الأعراب، زي عسكر وحرامية يعني، تمام، هما بيلعبوا هو يستخبله، وهو أمير، أمير، وبعدين هما بيعملوا كده رامي نفسه في وسطهم، يصرخوا ويجري هنا وهنا وإيه الحياد مش عارف إيه والكلام ده، وهو أمير. يوم يقول لك: سلك سلوكا مع الأطفال يجعله مجرد أرجوز. ده لما رئيس الدولة يطبطب على واحد يقول: يا سلام الحنون، طبطب عليه، ها؟ يعني أنا سمعت الرئيس السابق بعد وفاة حفيده رحمه الله قال إنه كان جاي من اسكندرية، وبعدين هو ماشي لقى واحد غلبان مع ابنه، طبعا الغلبان ده مخبر، هو في حد ممكن يمشي كده غلبان كده في السكة كده عفوا يعني، ها، غلبان. فبقول لما مشيت لقيت واحد غلبان وابنه على قارعة الطريق، قلت: وقف يا ابني، هو ارجع بدهك نشوف الراجل غلبان من الرعية هيسأل عنه يوم القيامة، ها؟ وقام رجع له: انت قاعد كده ليه؟ قال له: والله كان جنب مستشفى المواساة في اسكندرية. ايه انت قاعد كده؟ قال له: والله ابني مش راضي يدخله المستشفى، والواد مريض وبقوله لا تنطبق عليه الشروط ولا مش عارف حاجة زي كده، ادى امر على طول يدخل المستشفى. واظن ان لم تكن الذاكره يعني عهدي بالرؤيه هذا الفيديو بعيد، بعته فرنسا اظن ولا مش بعته، يقول الكلام ده هو والكلام. يا سلام على المقالات اللي طلعت في الكلام على رأفة الرئيس وانسانيه الرئيس، لما اي رئيس يعمل اي حاجه اي حاجه. انا شفت كتاب لصدام حسين في معرض الكتاب الدولي سنة كام وتسعين كده، صور كله يحط ايده على الفرس يقول لك الفارس، قال له مجرد ما حط ايده على الجعش كده اهو بقى الفارس، ها، فارس سجادة.
وقعد عليها المؤمن، ها كل ما يعمل حاجة لازم يحط له صفر فيه. عادة الرؤساء يجي أبو هريرة وهو أمير بيتبسط مع الأولاد وهم بيلعبوا لعبة الأعراب والكلام ده، هو يقول لك أرجوز؟ شوف يا أخي، ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، ولا يعرف لأهل الفضل، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. أدي اللي بيقول لك إنه مجرد أرجوز عشان بيتبسط مع الأولاد. أبو هريرة رضي الله عنه اللي بيقول لك يروح للصحابة عشان يأكل يرجعوه، ما كانش بيأكله بس إلا جعفر بن أبي طالب. حصل، ولكن يا أخي سبحان الله، زي ما قلت لكم إذا ما حسناتي أدل بها عدة عيوبا، فقل لي كيف أعتذر؟ عفة نفسه وترفعه خلاه زي أشعب بيجر على بطنه، وأهم حاجة بطنه. حديث الجوع بتاعه اللي في صحيح البخاري يقول: والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع حتى يجيء الجائي، يدخل الجامع يجدني أسرع بين المنبر بجانب المنبر فيضع رجله على عنقي يظن أن بي جنونا وليس بي إلا الجوع. كتر الجوع بيغمى عليه وزي المسروع مجنون. طب ده عايز ياكل. قال: فقعدت في طريقهم يوما، صلوا الصلاة مرة من المرات، وبعدين هو المسجد ده الباب بتاعه معروف، الطريق الرئيس اللي بيودي لكل المدينة، وقف لهم، طلع أول واحد من الجامع. قال: فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي، أنا عارفها كويس وعارف تأويلها وعارف كل حاجة، ما سألته إلا رجاء أن يشبعني. كالعادة يعني، جعفر بن أبي طالب كان بيعمل إيه بقى من عاداته الجميلة، وجعفر طبعا كان كريما جدا، أول ما كان يشوف أبو هريرة وعرف أنه ما أهل الصفة غلبان لا له أهل ولا مال، أول ما كان يشوفه كده يقول لي: إيه يا أبو هريرة، تعالى بس ندردش وإحنا ماشيين كده، يقعد يتسهر معاه ويدخلوا الدار ويتغدوا. فأبو هريرة فكر أن كل الناس إيه زي جعفر هياخد باله، فسأل أبا بكر الصديق رضي الله عنه الآية الفلانية في سورة المائدة ومش عارفين بتاع، ما تقول فيها؟ قال له: القول فيها كذا وكذا وكذا، والسلام عليكم، وساب واقف. جاء عمر شرح تمام، ده لو عنده دناوة نفس زي ما هذا الحقير بيقول، مش كان مشي مع أبو بكر وخلاص ودخل اتغدى وبيقع من الجوع، وكان قال له: وإنما المؤمنون إخوة، أدي إحنا إخوات نتغدى مع بعض وخلاص، ها؟ لم تسمح له نفسه ولا كبرياؤه ولا عزة نفسه إن يقول لأبو بكر: أنا جعان أريد أن آكل. مر أبو بكر الصديق، مر عمر بن الخطاب، قال: حتى جاء أبو القاسم فنظر إلي وعرف ما بي فتبسم. شوف بقى حسن الخلق، البسمة دي تمد جسور الدفء عند أي بني آدم محرج. يعني لو أنا محرج منك ونفسي أقول لك كلمة ومش عارف أدخل لك إزاي، فأقول يا أهلا وسهلا، يا مرحبا يا مرحبا، خلاص جرأتني، ها بتبش، مش أول ما أشوف أعمل كده، عايز إيه يا ترى؟ عايز حاجة؟ ها؟ البسمة دي تمد جسور الدفء على طول، تخلي بني آدم المحرج ما يبقاش محرج. النبي صلى الله عليه وسلم عرف ما يدري إيه أبو هريرة. مش كده بس، البسمة دي حسن خلق، مدت جسور الدفء. نمرة اثنين، رخم كنيته. أبا هر، ملوش يا أبا هريرة، لا أبا هر،
حاجة إيه زي ما قالوا لك يا أبو حميد يا أبو حنف يا درش ها حاجات زي كده يعني مما يدل على ما فيش كلفة بيننا وبين بعض ها أنت أنا. قال له أبا هر الحق على طول مشي. أول ما دخل وجد إناء من اللبن ده منين؟ قال له أهداك أهداه لك فلان. أبا هر الحق بأهل الصفة فادعوهم لنا يشركوننا في هذا اللبن. أهل الصفة زي بقول السخاوي كانوا يكتروا يقلوا أكبر عدد لأهل الصفة فوق 400 لما يكونوا العدد كامل يعني فوق 400. فقال أبو هريرة قلت لنا أهل الصفة نشرب اللبن ده مع بعض. قال فأحزنني ذلك وما يفعل هذا اللبن في أهل الصفة لقد كنت أرجو أن أشرب شربة أتقوى بها. هذه أول حاجة تزعل مش هيكفي. ثاني حاجة وإنني أنا أدعوهم وساقي القوم آخرهم شربا لما مش هيفضل حاجة تمام. قال ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. هي دي الحتة بقى اللي نتكلم فيها للصبح ها. حتى لو كنت كارها قل سمعنا وأطعنا. الجيل الأولاني كله سد وعز بالكلمة دي ساد وعز بالكلمة دي. راح جاب أهل الصفة أعاده أهل الصفة. أبو هريرة يقول أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال غلابة. قال أبو هريرة اسقيني. أبو هريرة خذ الإناء برك عليه كده حط يده عليه وسمى الله عز وجل وقال له اسقهم يشرب ويديله ويدي للثاني ويشرب ويشرب وشربوا كله واللبن كما هو. فمسك الإناء بقى قال له أبا هر. قال لبيك يا رسول الله. قال لم يبق إلا أنا وأنت. ها كنت عمال تقول مش هلحق حاجة هيشربوا كله ها مش كنت بتقول كده في نفسك يعني أنا بقى أنا وأنت بس اللي قاعدين لم يبق إلا أنا وأنت. قال صدقت يا رسول الله. قال أبا هر أقعد. قعد. قال له اشرب شرب اشرب اشرب اشرب. قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. خلاص بطني حتفرقع مش قادر اشرب. قال أرني. بقيت فضلة فسمى الله عز وجل ثم شرب. ده يتقال عليه طفيلي وكان عمال يلقح جتته ويروح يدي نفسه لده وده ويردوه كمان أول ما يفتح الباب يعني يشوفه قافل الباب في وشه. يا أخي حتى كن منصفا تعامل مع الأخبار كما هي. عندك ده خبر يدل على عفة نفسه إزاي يقلبها إنه زي أشعب وإنه راجل ما عندوش كرامة وكل ما يشوفه يقفل الباب في وشه. حقد دفين على أصحاب النبي بل على النبي عليه الصلاة والسلام حتى وإن حلف بالأيمان الغلاظ أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام له ذيول يعني له ذيول لكنه ذيل خفيف. إن شاء الله في المرة القادمة أتمم به الكلام ثم أدخل في تبويب الإمام البخاري رحمة الله عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم.